بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشوف النهاردة إزاي نقوم بعملية تسجيل الدخول من خلال الـ API، ونعمل كمان تحقق من الداتا اللي داخلها، سواء كانت دخول بالميل أو بنيم أو بأي كولوم تاني مع الباسورد. نفس فكرة عملية الدخول اللي احنا عملناها قبل كده في الدروس اللي فاتت هننفذها، لكن مع اختلاف الـ validation شوية، لأن الـ validation هي بتقوم بالتحويل التلقائي على الصفحة من خلال الويب، لكن احنا هنكتب الفاليديتور او الفاليديشن اللي احنا هنشتغل بيها مانوال. ليه؟ عشان يتم تعيين الداتا اللي محتاجها. فبالتالي انا هفرض ان انا هروح هنشئ باس جديد اسمه لوجين، وهيكون عندي البارامتر ايميل، وهيكون الايميل مثلا anony@test.com. بعد كده عندي الباسورد، وادي الباسورد مثلا 1-6. اذا اصبح عندي رابط متكون من هذه الامور. بعد كده هروح على الـ API file في الروتس، وادي الـ API file، ومن خلاله هعمل زي طبعا تسجيل دخول لكن خارج الـ Authenticate API. فهاجي هنا اقول route get login، وانا انشأت قبل كده controller في المسار API اسمه users. هستخدم الكنترولر ده عشان اعمل عملية تسجيل الدخول عليه، فهتكلم بالطريقة العادية فهسميها login بالطريقة دي. اذا اصبح عندي لينك موجود، لكن لو جيت استخدمت البوستمان هعمل send على هيئة الجيت، هيديني هنا error يقول لي ان الميثود login مش موجود. فبالتالي هنا حتى كمان بيقول لي users controller مش موجود. محتاجين نعين المسار بتاع الـ API. فأنا بدل ما أكتب كل شوية فولدر الـ API، هاجي هنا أقول route group بشكل عام، خلينا نبدأ من فوق، وهيكون في namespace. في namespace هتكون API، عشان من خلالها هروح أجيب الكلاس اللي أنا هشتغل عليه من داخل مجلد API، وأنا عامل الـ namespace بتاعتي هنا API، فهستخدمها هي هنا من دون ما انا احط المسار كامل، لان انا عندي هنا عشان تبقى عارف ان انا عندي في providers route service provider، هلاقي ان عندي namespace الاساسي هو app http controllers، وهاجي تحت هنا هلاقي الويب وهلاقي الـ API واخد نفس namespace اللي فوق، فانا هكمل عليها هنا بحيث ان هو يديني كامل المسار. نكمل مع بعض. هعمل حفظ واروح مرة تانية اعمل send، هيقول لي ان الميثود مش موجودة method login. فهروح هنا هستخدم الكنترولر اللي انا عملته الخاص بالـ API users اهو، هعمل public function وهسميها login. في الفانكشن هنا هقدر اعمل validator على اي داتا داخلة، فهستخدم validator، فهاجي هنا اقول use validator. فهستخدم ممكن استخدم request helper function او استخدم ال request class، لكن انا ممكن اشتغل على request helper function بكل سهولة. فبالتالي هنا فممكن اجي اقول data او validator make. فهنا عندي بحط request اللي جاية، بعد كده هعمل زي rule او rules، من خلال rules اقوم بتعيين requirement واللي مش requirement من input اللي انا محتاجه. فهاجي هنا هقول مثلا ان انا محتاج الايميل، وهيكون نوع مثلا هيكون الاول required، وهيكون نوع ايميل required. اوكي عندي كمان الباسورد والrequired بتاعتي، ممكن كمان احط المين والماكس اقل عدد حروف، بس خليها مفتوحة بشكل مؤقت دلوقتي. فعندي كمان هنا الرولز array، فهاجي هنا هستخدم الـ validate if validate fails بالطريقة دي، هعمل return response بالطريقة دي. عندي كذا طريقة، ان انا هقول response json، او ان انا اقول response على طول. فلو جيت هنا هقول status، طبعا الطريقتين مختلفتين لكنهم بيشتغلوا في نفس الفكرة. فهاجي هنا في الـ status واقول false، ان الحالة غير صحيحة مثلا، وممكن اعين الهيدر بالمكان ده، لكن اللارفل او الفريمورك بيعين الهيدر اوتوماتيك. فهاجي هنا اقول
messages مثلا، وهاجي هنا هستخدم الفاليديت فاريبل وهقول مسج او مسجز. اوكي نجرب مع بعض، نروح نقفل الايميل والباسورد ونجرب نعمل سنت. قال لي هنا ان في ارجيومنت مش موجوده اللي هي تايب 1 ارجيومنت مش موجود. بيقول لك ان تايب ايرور ارجيومنت 1 بيزد تو الاليمينيت في الفاكتوري كلاس ميك. وقال لك هنا ان هو الداتا اللي داخله المفروض تكون اري، لكن الداتا اللي دخلت هي عباره عن اوبجكت، فبالتالي هنا انت بتتعامل معها كانك بتتعامل مع الواجهه. لكن هنا عشان نتعامل بشكل وصوره سليمه ان هي تكون اري، هاجي هنا اقول اول بالطريقه دي. وممكن استخدم الكلاس اللي موجود هنا عندي في مثلا ريكوست كلاس، ممكن استخدمه بكل سهوله. واجي هنا اعمل run للكلاس، فهاجي هنا اقول request. لكن قبل ما نقول request خلينا نجرب الهيلبر function ونشوفها شغاله مع بعض. لو جينا هنا عملنا send هيطلع لي البريتي جيسون بتاعتي اللي هي status false، وهيطلع لي المسج بشكل اوتوماتيكي. اذا لو جينا بقى اشتغلنا بالريكوست الخاصه بالاليومينيت بدون استخدام الهيلبر function، وجينا هنا قلنا request all، هيدينا نفس الفكره ومفيش اي مشكله. قدرنا نشوف ازاي نشتغل بالطريقتين، سواء كانت بالريكوست كلاس او بالريكوست هيلبر فانكشن. لكن انا ممكن استغنى عن الريكوست كلاس او ان انا ما استغناش عنه، فممكن انا اوقف الريكوست كلاس بالطريقه دي بشكل مؤقت عادي جدا. ممكن اعمل له ايقاف داخل الفانكشن واجي فوق هنا اوقف برضو الكوماند بتاعه. طيب في حاله ان البيانات تم ادخالها هنضطر نستخدم الاتمت، ومن خلال الاتمت احنا ناخد اي بي اي توكن جديد. لكن الاتمت تختلف من مكان لمكان. اذا انا هاجي هنا اقول اف اوث اتمت، وهاجي هنا احط الاري ايميل وادي الباسورد برضو من بعد الباسورد. خلينا اجي هنا اقول ريكوست، وهاخد الداتا اللي جايه من الريكوست على طول ايميل، وادي الباسورد وادي الريكوست باسورد. بعد كده ممكن اخلي عمليه ثانيه نشرحها للاتمت، لكن في حاله ان هو فعلا الداتا صحيحه هاجي هنا هقول يوزر وهقول اوث بالطريقه دي عادي، او ان انا استخدم الموديل اللي انا هشتغل عليه. ان انا كده ممكن اعمل ابديت على اليوزر اللي انا داخل عليه، او ان انا استخدم الموديل يوزر، لكن الطريقه دي اسرع واسهل. فهاجي هنا اقول اي بي اي توكن str random من مثلا 60 حرف. اوكي بعد كده يوزر سيف، بعد كده هرجع return response. من خلال الريسبونس طبعا هنا في الريسبونس اللي قدامك اقدر ارجع الكونتنت والستاتس. طبعا هنا الستاتس اللي انت شايفها قدامك دي هي 200 في حاله ان انا عايز اعرف ان الداتا خارجه بشكل صحيح وان مفيش اي اخطاء، لان احنا لو حافظين اخطاء الستاتس الخاصه بالجيسون هتلاقي في صفحه 422 اي ان في ايرور. لو انت بتشتغل على ايجاكس يعني هتضطر تتعامل مع داله الايرور، لكن لو انت بتتعامل مع الويب هتلاقي ال 200، وبرضه لو بتتعامل مع ايجاكس في حاله الريسبونس هتتعامل مع 200، وفي اكتر من كده في 404، وفي اكتر من كود حضرتك تقدر تبحث عنهم عشان تعرف ايه الكود اللي انت عايز تستخدمه. اما هنا الهيدرز عايز تبعت الهيدرز باي طريقه معينه وبشكل معين، لكن انا ممكن استغنى عن الكلام ده كله واعمل اري مباشره، لان الهيدر بتاعي معمول اوتوماتيك في الاي بي اي الخاصه بالفريم ورك. اذا ممكن نيجي هنا اقول ستاتس ترو، بعد كده هشوف بقى انا عايز الداتا بتاعت اليوزر ولا عايز ريتيرن الاي بي اي توكن عشان ياخدها الشخص اللي قائم على انشاء التطبيق في الموبايل او في اي بلاتفورم او اي لغه برمجه تانية، عايز الاي بي اي توكن او عايز الداتا بتاعت اليوزر. فممكن اجيب الداتا بتاعت اليوزر لكن مش هيظهر عندي الداتا الخاصه بالاي بي اي توكن، لابد ان انا اعمل له ريتيرن بشكل خاص على الاي بي اي توكن. اذا اجي هنا هقول مثلا توكن جديد من خلاله هجيب الاي بي اي توكن الجديد. في حاله ان الاتمت
غير ناجحه، مضطر اعمل زي نفس الريسبونس اللي انا بعتها فوق، وهاجي هنا بس هعمل زي رساله مسج مثلا، رساله عاديه خالص، هاجي فيها مثلا اقول ممكن بالترانس استخدمها ترانس فانكشن، ممكن استغنى عنها، ممكن اقول مثلا invalid او invalid information email or password، او ممكن اقول the email and or password incorrect. اوكي، اذا في حالة ان في داتا وعملت attempt هيطلع لي الرسالة بالطريقة دي مع الـ API token مع الداتا الخاصة باليوزر. في حالة ان الايميل والباسورد مش موجودين في قاعدة البيانات هيقوم بارسال الرسالة دي. اذا لما نيجي هنا نتحقق اولا ان احنا عندنا ايميل وعندنا باسورد، وهعمل send، جاب لي اليوزر، ادي اليوزر، ادي ID بتاعه 2 والنيم، وادي الايميل والcreated ad والupdated ad، وطلعت التوكن هنا بشكل خاص بالطريقة دي، وتم انشاء التوكن وتم حفظها في الداتابيز بدون اي مشكلة. اذا احنا بالطريقة دي احنا عندنا التوكن هيدن، لكن في الاساس انا استخدمتها اجباري او بشكل اجباري هنا في المنطقة دي كاظهارا للشخص اللي قام بتسجيل الدخول، لكن محدش يقدر لو انت شفت الدرس اللي فات اللي عملنا فيه سيكيورتي او هيدن الاي بي اي توكن، محدش يقدر ياخد الاي بي اي توكن بتاعت اي يوزر طالما انت عامل هيدن للكولوم. هذه كانت طريقتنا بكل بساطة عن كيفية عمل تسجيل دخول بالاي بي اي من خلال فريمورك. اشوفكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.